السلام عليكم، معكم ريما من قناة أبيكس بيزنس كلوب. دونك اليوم إن شاء الله غادي نعملو تتمة ديال سلسلة ديال الماركتينغ، وبالضبط كنهضرو على لي 4 بي. كنا عملنا في الفيديو اللي فات لا بوليتيك دو برودوي، واليوم غادي نكملو ونشوفو بي الثانية شنو فيها، اللي هي لا بوليتيك دو بري. دونك لا بوليتيك دو بري فين ما نسمعوها كنعرفو أن شي حاجة كتختص وكتهضر على الثمن، وهاد لي بي كيتسموا لي ماركتينغ ميكس. كنا ديجا شرحناهم في الفيديو اللي فات اللي كان كيهضر على المنتوج لا بوليتيك دو برودوي، يعني عملنا واحد الفيديو خاص بلا بوليتيك دو برودوي، هو هذا سامارش. دونك من الاحسن اللي ما شافش هذا الفيديو يرجع يشوفه باش يقدر يواكب الشرح ديالنا، لانه بصراحه عندهم علاقه وطيده ببعضياتهم، سورتو ما بين لا بوليتيك دو برودوي وما بين لا بوليتيك دو بري اللي غادي نشوفوه اليوم ان شاء الله. دونك لي 4 بي اشنو هما؟ كاين لا بوليتيك دو برودوي هو هذا، وكاين لا بوليتيك دو بري هو اللي غنشوفوه اليوم، ومستقبلا غادي نشوفو انواع اخرى من لي 4 بي اللي كيبقاو لنا جوج، لا بوليتيك دو ديستريبيسيون، وموراها غنشوفو لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. هادو هما لي 4 بي اللي هضرنا عليهم، وهاد لي 4 بي كاين بيناتهم تسلسل، يعني شي كيكمل شي. وباش تطرح واحد المنتوج ديالك في سوق الشغل ويجيوك ارباح كثيره، خصك تستعمل هاد لي 4 بي ولا ما يسمى بالماركتينغ ميكس. دونك نبداو ونشوفو شنو هي شنو العنوان ديالنا اليوم، هو لا بوليتيك دو بري. قبل ما نبداو بغيت اي واحد كيتفرج معنا الفيديو يتخيل راسو هو مول هاد الشركه، مثلا هو مول واحد الشركه، باش يشوف كيفاش غيتعامل مع هاد لا بوليتيك دو بري مع لي كليون ديالو. فلا ديفينيسيون، لو بري اي ان ايلمون امبورطون داكسيون سور لو مارشي، بمعنى لو بري الثمن هو واحد العامل اللي هو ضروري في القيمة داك المنتوج اللي غطرحو في السوق باش تبيعو. يعني بلا هاد العامل، بلا هاد لو بري ما يمكنلكش تطرحو في السوق، وما يمكنش تتم العملية ديال البيع والشراء. elle doit être en cohérence avec les autres variables du marketing، بمعنى عندو علاقة مباشرة بلي فاريابل ماركتينغ، هما اللي قلت لكم قبيلتي لي 4 بي ولا ما يسمى بالماركتينغ ميكس. مثلا باش نقربوا الفكره اكثر، عندك واحد التليفون وباغي تبيعو، وعندك جوج الناس باغيين يشريوه. اول كلمه غيسقسيك هذاك اللي باغي يشري داك التليفون من عندك، غيقول لك شحال الثمن ديالو، شحال كتبيعو؟ لاحظتي معايا؟ يعني اول حاجه سقسك عليها هي الثمن. اذا انت الا ما عندكش فكره باش غادي تبيع هاد الحاجه اللي كتبيع انتينا الثمن ديالها، ما عندكش فكره عليها، الوغ واش كدون هاد العمليه ديال البيع والشراء غتتم؟ اكيد لا. وهذا الثمن اللي كتحددو كيكون ماجي مثلا من الكاليتي داك البرودوي اللي نتينا غادي تبيعو. مثلا عندك داك التليفون بغيتي تبيعو، خصك تشوف واش داك التليفون جديد ولا ديجا مستعمل ولا باقي فيه شويه الضو، يعني واخا مستعمل باقي جديد تقدر تبيعو بثمن مناسب. ولا هادشي كتقيم الثمن اللي غتطلب فيه في داك التليفون مثلا اللي غادي تبيعو، يعني الثمن كيتحدد على حسب القيمه داك البرودوي والكاليتي ديالو. فهمنا؟ ندوزو للتعريف الثاني. قالك لا بوليتيك دو بري ان ايلمون دو ميكست ماركتينغ، يعني هو واحد العنصر او واحد العامل اللي كينتمي للماركتينغ ميكست اللي هضرنا عليها ديجا. هاد الماركتينغ ميكست شنو هي؟ هي لي 4 بي. هاد لي 4 بي شنو هما؟ هما اربعه د الحويجات. عندنا البرودوي هو اللي كان الدرس اللي فات، عندنا البري هو الدرس اليوم، باقي لنا ديستريبيسيون الدرس اللي ماجي، وموراه لا كومونيكاسيون ان شاء الله غتكون اخر 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 عنصر في هاد لي 4. التعريف الثالث، لو بري كونسيست افيكسي ان بري ا فوتر برودوي او سيرفيس، يعني ضروري ما نحددو الثمن ديال البرودوي ديالنا ونفكرو في الثمن ديالو قبل ما نعرضوه هنا للبيع. يعني الثمن ضروري يكون فيكسي، ما يمكنش شي واحد غتبيع له شي حاجه يقول لك بشحال هذا، تقول له ما عارفش تنفكر، ما يمكنش. يعني اون فوا فكرتي انك تبيع واحد البرودوي خصك تكون درستي له الثمن ديالو وشحال غادي تقولوا للناس اللي باغيين يشريوه. نشوفوا تعريف اخر، قال لك لو بري اي لو سول فاريابل كي بروكور دي غوفوني. مزيان، هذه مهمه. شنو المعنى د هادشي؟ قال لك
Le prix هو le seul variable. Les variables لشني هما هما les 4 P هما le produit ou le prix ou distribution ou le communication اللي حنا كنهضروا عليهم. يعني une fois تسمع شي حاجة variable في الماركتين عرف كنهضروا على الماركتين ميكست وبالضبط les 4 P. Le prix est le seul variable qui procure des revenus. قال لك هاد الفاريابل هذا اللي كنهضروا عليه بالضبط هو لو بري هو الوحيد اللي كيحدد لنا الربح المادي وهما فريمون كاينين لي 4 بي ولكن داك اللي كيبقاو عندنا البرودوي والديستريبيسيون والكومونيكاسيون هادو كيكونوا كيحددوا لنا الاستثمار يعني النوعيه والجوده ديال واحد برودوي ولكن العنصر ديال البري هو الوحيد اللي كيكون كيهتم وكيحدد لنا الربح المادي يعني البري هو اللي عنده علاقة بالفلوس بالماني هو اللي كيجيب الفلوس هو الربح المادي دابا غادي ننتقلوا لبارتي اخرى اللي هي فيكساسيون دي بري وكما قلنا قبل في الاول ديال الفيديو قلنا نعملوا راسنا في بلاصه داك مول الشركه اللي عنده واحد البرودوي وناوي يطرحه في السوق باش يشوف واش الناس غتتاقلم معاه واش غيكون واحد المردوديه واش غادي يعمل بلاصتو في السوق دونك باش تحدد الثمن كل برودوي بوحديتو غادي تتبع هاد المراحل اللي غنهضروا عليها هي هاد الفيكساسيون دي بري غنبداو باول حاجه بلا لينيومون اشنو كتعني براتيكي لو بري كو لي كونكورونس بمعنى انت عندك واحد البرودوي ديال بورطابلات كتصنعو في الشركه ديالك وكتبيعوه راه خصك تعرف راه ما كاينينش غير انت اللي كتبيع هذاك التليفون مثلا ولا هذاك البرودوي راه كاينين شركات كاينه في السوق وربما كيبيعوا نفس البرودوي وبنفس المواصفات غير هو كل واحد ولا مارك ديالو كل واحد والاسم ديال الشركه ديالو هذا فين كيكون الاختلاف كيقول لك باش تحدد الثمن اما غادي تبدا بلا لينيومون pratiquer le prix que les concurrents يعني غادي تعمل واحد الثمن ديالك فحالك فحال اللي عاملين المنافسين ديالك باغ اكزومبل واحد كيبيع المنافس ديالك كيبيع التليفون ب 1000 درهم حتى انت غادي تبيعو ب 1000 درهم واما غادي تعمل طريقه اخرى اللي اسمها بري انفيريور او بري دو مارشي هذه كتعني بانك غادي تعمل واحد الثمن اقل من اللي موجود عند المنافس ديالك مثلا هو كيبيع واحد البورطابل ب 1000 درهم بنفس المواصفات اللي عندك انتينا غادي تنقص وربما تبيع داك البورطابل هذاك نفسه ب 700 ولا 800 درهم علاش غتعمل هاد القضيه بور غانيي دي بار دو مارشي امبورطون اي رابيدمون باش انك تكون عندك واحد الحصه ونسبه كبيره ديال المبيعات وتحقق ارباح بسرعه مقارنه مع داك المنافس ديالك اللي باقي كيبيع داك الهاتف ب 1000 درهم وانتم بجوج بيكم عندكم نفس المواصفات داك الهاتف غير انتينا نقصتي الثمن عملتي 700 800 درهم وهو باقي كيبيعو ب 1000 درهم يعني هاد الطريقه كتخول لك انك ترفع من نسبه المبيعات ديالك وتحقق ارباح كثيره وبسرعه اكثر من داك السيد مثلا داك المنافس ديالك اللي بقى بثمن عالي متفاهمين ولا غادي تعمل الطريقه الثالثه اللي هي بري سوبيريور او بري دو مارشي بمعنى غتعمل واحد الثمن عالي على المنافسين ديالك واخا هما كينقصوا الثمن انت كتبقى محافظ على الثمن العالي ديالك ديما علاش بوغ ابليكابل بوغ لي برودوي نوفو او دو بريستيج او لورسك لو نيفو دو كاليتي اي ايلفي بمعنى مثلا انت طرحتي واحد البرودوي اللي هو باقي جديد يعني المنافسين ديالك باقي ما عندهمش هذيك البرودوي هنا كتخلي لك هاد اللعيبه هادي انك تطلع الثمن ديالك ويكون غالي على المنافسين ديالك علاش لانك عارف راسك خرجتي واحد البرودوي ما كاينش عند الناس انت بوحدك اللي عندك اذا فوقاش يمكننا نطلعوا الثمن ديالنا على المنافسين ديالنا ملي كيكون عندنا شي برودوي جديد عارفينه ما كاينش في السوق شي مميزات وشي مواصفات اللي غتخلي الكليان ديالك يجي عندك ويدفع داك الثمن الغالي علاش لان عارفين داك البرودوي باقي ما كاينش كيدور في السوق يعني ما عندكش منافسين هنا كتلعب النقطه ديالك يمكن لك تطلع الثمن هنا كيكون من حقك انك تعمل الثمن بالتكلفه ديالو غاليه علاش لان انت اصلا كتكون خادم داك البرودوي وطاح عليك غالي لان مثلا عملتي شي حاجه اللي هي بون كاليتي وعملتي شي حاجه اللي ما تلقاهاش في اي بلاصه هنا كيكون من حقك تزيد الثمن صافي تفهمنا يعني ابليكابل بور لي برودوي نوفو هو اللي شرحت لكم عاد دابا او دو بريستيج يعني شي حاجه هاي كلاس فهمتي Ou lorsque le niveau de qualité est élevé, يعني شي حاجة ديالك
élevé. Alors, là, شفنا la définition de la politique de prix ou شفنا fixation des prix. كيفاش كنفيكسيو الثمن ديالنا في سوق الشغل. دابا غادي ننتقلوا لحاجه اخرى اللي هي استراتيجي دي بري، وهادو عندهم علاقه باللي شفنا قبل. غادي نشوفوا عاوتاني ايتاب بار ايتاب باش نعرفوا كيفاش عامله هاد الاستراتيجيه ديال الثمن. دونك سيدي لي استراتيجي دي بري، قال لك كاد دو لونسمون دان نوفو برودوي il y a 3 استراتيجي. يعني باش لونسي ولا نطرحوا واحد البرودوي في السوق لاول مره كاينين ثلاثه استراتيجيات. شنو هما هاد ثلاثه استراتيجيات؟ هما اللي هضرنا عليهم قبل. يعني قلنا الاوليه استراتيجي دو بينيتراسيون دو مارشي، يعني الاولى اسمها بينيتراسيون دو مارشي. اشنو فيها؟ كتفيكسي ان بري فيبل بارابور او كونكورون. شنو قلنا؟ قلنا يعني كتعمل واحد الثمن ناقص انفيريور مقارنه مع المنافسين ديالك. ثاني حاجه عندنا لا استراتيجي ديكريماج. ديكريماج اشنو هي هاد ديكريماج؟ هي كتفيكسي ان بري اليف بارابور او كونكورون، يعني كتعدل كتحدد واحد الثمن يكون عالي على على المنافسين ديالك، هي اللي هضرنا عليها قبلتي وقلنا سوبيريور. داكوغ. استراتيجية الثالثة هي استراتيجية ديال لالينيومون سور لو مارشي، هي اللي هضرنا عليها قبيلة. قلنا كتفيكسي ان بري سيميلار او كونكورون، يعني كتحدد واحد الثمن فحالك فحال المنافسين ديالك. يعني عندنا ثلاثة استراتيجيات خصنا نعرفوهم مزيان قبل ما نلونسيو اي برودوي جديد في السوق. الاستراتيجية الاولى البينيتراسيون، استراتيجية الثانية ديكريماج، استراتيجية الثالثة لالينيومون. داكوغ فهمنا. دابا غادي نشوفو هاد لا بوليتيك دو بري شنو هو لوبجيكتيف ديالها. يعني حنا علاش كنضربو تمارة باش نفيكسي واحد الثمن؟ شنو لوبجيكتيف د هادشي كامل؟ على حسب لي كونكورونس ولا على حسب الكاليتي والجودة ديال البرودوي ديالنا؟ الهدف من هادشي كامل يا اما اول حاجة غانيي دي بار دو مارشي، يعني غادي تربح نصيب ومكانة كبيرة في السوق بسميتك انت، يعني غتربح حصة كبيرة من المبيعات ديالك، ولا اوغمونتي لا رونتابيليتي دان برودوي، ولا غتاوغمونتي الربح المادي ديال لو برودوي ديالك، يعني غتكون واحد المردودية تولي تربح فلوس بزاف من داك لو برودوي ديالك، ولا الثالثه تيليميني ان كونكورون، يعني انت ناوي تقضي على المنافسين ديالك على لا كونكورونس ديالك، ما تخليهش ينافسك، يعني انت غتبقى بوحدك في السوق اللي كتبيع هذوك البرودويات هادو، يعني كتيليميني لا كونكورونس ديالك المنافسين ديالك. ولا الرابعه لا كرواسمون دو لا دوموند، يعني ارتفاع الطلب ديال لو برودوي ديالك. متفاهمين؟ يعني هادو هما لوبجيكتيف ديال لا بوليتيك دو بري. علاش كنحددوا ديك الثمن؟ شنو الهدف ديالنا من هادشي كامل؟ هما هاد اربعه د لوبجيكتيف اللي هضرنا عليهم. دونك هاد لا بوليتيك دو بري في الاول جاتنا شويه ما مفهوماش، يعني ما بيناش، ولكن دابا كنظن توضحت الصوره وبدينا كنعرفوا شنو هما لي كاتر بي، شنو هي الماركتين ميكست، وبدينا كنفرقوا ما بين لي كاتر بي. قلنا الاولي كاين برودوي، ثاني كاين لو بري. الفيديو اللي مورا هذا غادي يكون كنهضروا على ديستريبيسيون التوزيع ديال داك لو برودوي. والرابعه غادي تكون لا كومونيكاسيون، التواصل كيفاش كنتواصل مع الكليان باش نقدعو ونبيع له هذاك البرودوي. شفنا في الاول في الفيديو اللي قبل هذا لا بوليتيك دو برودوي، اللي ما شافوش يرجع له باش يفهم لي كاتر بي من الديبار من البرودوي وانتينا ماشي ايتاب باغ ايتاب. ضروري ترجع له باش تشوف، لان عندهم علاقه وطيده مع بعضهم، ضروري ترجع باش تشوف ليدونتيفيكاسيون دي برودوي. كنا هضرنا على البرودوي كيفاش كنشوفوا لي زيلمون ديالو، كان عندنا لا مارك، لو كونديسيونمون ديال لومبالاج، ليتيكيت، لا ستيليك، هادشي كله كنا شرحناه في الفيديو اللي قبل. اذا ضروري ترجع عندك الفيديو باش تشوف لا بوليتيك دو برودوي، كان اول عنصر في الماركتينغ في لي 4 بي. ودابا اليوم دخلنا في العامل الثاني في الفاريابل ديال البري وشرحناه مزيان. دونك الفيديو ديال اليوم شرف على نهايته. كانت معكم ريما تريفيت من قناة أبيكس بيزنس كلوب، وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.